شهادتي مجروحه في هشام. انا جيت فتره من الفترات كنت قريب من هشام جدا، وكنا بنكلم بعض كل يوم والتاني، ولما يبقى في مشاكل للنادي الاهلي يكلمني وانا اكلمه. لكن انا عايز اقول لك هذه الشخصيه ابن اعظم من تولى رئاسه النادي الاهلي او كبني ادم. كابتن صالح الله يرحمه كان هشام في داخل الجيش ودخل الشرطه العسكريه، وكان عندنا الله يرحمه العملاق اللي هو مبروك كان في الشرطه العسكريه، كان لسه بس كان رتبه قليله لسه يعني. وانا رحت معاه القائد الشرطه العسكريه في قلب الشرطه العسكريه، فبندردش بقى الكوره وبتاع وكده. فقال لي هشام انا عايز كذا 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 كذا. قال له لا مش هقدر اعمل لك ده، انا ابويا صالح سليم ورئيس النادي الاهلي، لكن انا ما اقدرش اطلب منه ده. شوف بقول لك واضح وصريح. بص وبعدين ده واضح، ده رايح عسكري. عسكري واضح حتى في لهجته واضحه. بقول لك انا يعني مش عايز اقول اللي كان بيني وبينه وكنا بنتكلم في ايه وكان هو بيقول ايه وارائه ايه وارائي ايه، لكن بص تربيه صالح سليم واللي ما عاشرش هذا الرجل ما عاشرش راجل محترم، مش بس كده خالد وعشق وحب زي ما اقول بطول عمري بقول اللي حاببني في النادي الاهلي اتنين، صالح سليم ومصطفى حسين. كابتن صالح قد ايه بيحب النادي الاهلي، تخيل تخيلوا يا جمهور، خالد سليم وهشام سليم مش اعضاء في النادي الاهلي، تخيلوا، تخيل حد يتخيل ان هشام سليم وخالد سليم مش اعضاء في النادي الاهلي؟ لا اه والله العظيم ما اعضاء حاليا، مش اعضاء ولا يعني ولا قبلين ولا ابوهم موجود، ولما كانوا لا ادفعوا، ولما حصل كده ايام مع كابتن حسن حمدي كان المفروض هيتعمل له عضويه وبتاع لهشام، وهو قال لهم يعني اولاد صالح سليم طبعا. يعني بتتكلم في ايه؟ وما تعملهمش عضويه لحد هذه اللحظه اللي انا بكلم، لحد ما مات ما فيش عضويه للنادي الاهلي لا خالد ولا هشام، اللي يعني هيفضل التاريخ لحد يوم القيامه نقول ونفتخر ان احنا تربيه صالح سليم او انا كمصطفى يونس. انت قلت كلمه ان هو ابن ايه، حتى المستشار مرتضى قال لك خلاصه القول تشعر ان هشام سليم ابن ايه، هو قالها حتى المستشار مرتضى. عشان كده الفيديو ده عبقري فيه كل حاجه كابتن مصطفى. انا اتعلمت حاجه من الكابتن صالح ومن هشام ومن خالد. انا كنت قريب من الكابتن صالح زي ما قلت لك، لما اتجوزت وخلفت كنت بشوف كابتن صالح بيتعامل معهم ازاي، مش اب وابن، لا 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 لا. انت عارف هشام كان بيقول له ايه لكاب صالح؟ ابو الصلح. بص مدى العلاقه. ما كانش يقول له بابا ولا كابتن، لا لا ابو الصلح ايه رايك في كذا وكذا وكذا، ازاي بيتعامل مع ولاده. يعني مش ولاده، دول اصحابه، والكلام بمنتهى الصراحه والوضوح. يعني لدرجه اقول لك يعني موقف، هشام كان بيشرب سجاير من وراه، فهو عرف كابتن صالح وهم قاعدين بعد ما كانوا مديله سجار، قال له اشرب انا عارف انك انت بتشرب. فهو هشام بيقول بقى ان خد نفس وحطها عشان ما شافش قدام ابوه. احنا طبنا كده. فعايز اقول لك مدى التربيه ومدى الـ 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 الرجوله، وحط تحت الشهامه الشهامه والثقه. صح. لا عمره شفته بيكذب، ولا عمره شفته بينافق، مش محتاج، ولا شفته ولا شو. تربيه صالح سليم، تربيه صالح سليم الله يرحمهم جميعا يعني.